الفلتس من الفيتشرز اللي تقريبا كلنا بنستخدمها بشكل يومي في اي ديزاين بنعمله، علشان كده هنتكلم في الفيديو ده عن تيبس اند تريكس اللي هتساعدك انك تعرف تفاصيل اكتر وتستخدم الفلت بشكل اسهل. هنتكلم النهارده عن التاب الثانيه في الفلت وهي الفلت اكسبرت، وهنتكلم عن السب تابس بتوعها اللي هم الاد والتشينج والكورنر، وكمان هنشرح ازاي الفلت اكسبرت هيساعدك في انك تحل بعض الايرورز اللي بتظهر لك وانت بتعمل الفلتس. اول تاب هنتكلم عنها هي الاد، ودي بتخليك تقدر تحط فيلتس بتاعتك براديسز مختلفه في نفس الكوماند من غير ما تخرج من البروبرتي مانجر. هنا مثلا عاوزين نحط 2 فيلتس، واحد 4 ملم والتاني 1 ملم. المهم ان بعد كل فيلت بتضيفه بنبريس ابلاي علشان ما نخرجش من البروبرتي مانجر، ونقدر نعمل اد للفيلت اللي بعده. طبعا ما تنساش تستخدم السمارت سيليكشن اللي هيوفر عليك وقت كبير جدا بتقضيه في اختيار ايدج باي ايدج او كل ايدج لوحدها، وبيديك مقترحات كتير جدا تقدر تختار منها اللي يناسب تصميمك اكتر. تاني تاب هنتكلم عليها هي اللي تشينج تاب، واللي بتخليك تغير الراديوس بتاع اي فيلت عندك في الموديل من غير ما تخش ايديت فيتشر. فمثلا عايزين نغير الراديوس بتاع الفيلت ده من 1 ملي ل 5 ملي، جست ان انت بتكتب الراديوس الجديد وتسلكت الفيس بتاع الفيلت وتسلكت ريسايز، وعلى طول الراديوس بتاع الفيلت بيتغير للسايز الجديد. تاني اوبشن عندنا في التشينج تاب هو ريموف، واللي بيخليك تقدر تعمل ريموف لاي فيلت في الموديل بتاعك في نفس البروبرتي مانجر. وتالت تاب عندنا هي الكورنر تاب، واللي بتخليك تغير شكل الكورنرز اللي بين الفيلتس في الموديل بتاعك. جاست ان انت بتسلكت الفيس بتاع الكورنر اللي انت عاوز تغيره وتبريس شو الترناتيفز علشان SolidWorks يقول لك كل المقترحات اللي ممكن تختارها عشان تغير شكل الكورنر بتاعك. اخر حاجة هنشوفها مع بعض هي ان ازاي الفيلت اكسبرت هيساعدك في انك تحل معظم المشاكل اللي بتقابلك وانت بتعمل فيلتس. فمثلا في المثال هنا عاوزين نعمل فيلتس على التو ايدجز دول radius 5 ملم، مع ان طول الايدج دي 5 ملم، وده مستحيل تعمل في فيتشر واحده. عشان كده وانس ان انت بريس اوكي على طول بيظهرك المسج بان انت ممكن تخلي SolidWorks يستخدم الفيتشر اكسبرت في ان هو يلاقي حلول للمشكله دي. وانس ان انت بتسلكت فيتشر اكسبرت، SolidWorks بيبدا يفكر في ان هو ازاي يحل المشكله دي. طبعا هنا عمل 2 فيتشرز عشان يقدر يعمل ابلاي للكوماند بتاعك.